يا يما طلعنا ردم السجان، واليوم عراسك يا كرامة حضن الأوطان. هينا يا يما طلعنا ردم السجان، واليوم عراسك يا كرامة حضن الأوطان. طلعين بهامي مرفوعة تنضوي للوطن شموع، طلعين بهامي مرفوعة تنضوي للوطن شموع. منتصر الحق يا يما والليل طال، عينا يا يما طلعنا ردم السجان، واليوم عراسك يا كرامة حضن الأوطان. ايش استنينا الضمة بحضنك نرتاح، علي الزغرودة يا يما وقيم الافراح. قديش استنينا الضمة بحضنك نرتاح، رح تكمل فرحتنا بكرة لما يطلع باقي الاسرار. رح تكمل فرحتنا بكرة لما يطلع باقي الاسرار، ونهد السجون المحتل ونبني كل الأوطان. عينا يا يما طلعنا ردم السجان، واليوم عراسك يا كرامة حضن الأوطان. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم أسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات بحلقة جديدة من برنامج عمالقة الصبر. نتواجد الآن في مخيم عايدة الصمود في محافظة بيت لحم لتهنئة الأسير المحرر غسان عليان بعد 10 أعوام داخل غياهب السجون. في بداية هذه الحلقة لابد ونحن على بعد 2 من ذكرى يوم الأرض الخالد أن نحيي من حموا هذه الأرض ودفعوا أعمارهم في سبيل تحرير هذه الأرض. أسرانا البواسل شهداءنا الأبرار، لكم كل المجد ولكم كل التحية. اليوم معنا في هذه الحلقة نموذج من عمالقة الصبر المحررين، لهم جميعا كل المجد وكل التحية. أخونا عدنان الأفندي، أخونا خالد الأزرق، أخونا خالد عساكرة، لكم كل المحبة وكل التحية. أخونا منقذ أبو عطوان رئيس هيئة الأسرة، لك كل التحية. في منزل الأسير غسان عليان، كل المحبة والتحية لك، حمد لله على سلامتك. الله يسلمك، أهلا وسهلا بك. قبل البداية دائما التحية الأولى والأخيرة لنسائنا الماجدات اليوم. أيضا في هذه الحلقة أم ناصر أبو سرور مشاهدينا، هذه الأم الصابرة العظيمة بعطائها بصبرها بصمودها، نوجه التحية لابنها لآل أبو سرور الكرام الذين قدموا الغالي والنفيس في سبيل هذه الأرض الغالية علينا جميعا. هذه العظيمة هي جزء من ملح هذا الأرض، هي جزء من تراثنا، من عقيدتنا، من مبادئنا، من أخلاقنا، من رصيدنا الوطني الذي نعتز به جميعا، هي وكل أمهات أسرانا. أخي غسان، في بداية هذه الحلقة رسالة الأسرى داخل سجون الاحتلال بعد 10 أعوام قضيتها مع رفاق الدرب. رسالة الأسرة أولا الوحدة الوطنية، ثانيا في موضوع الفصائل الفلسطينية كفى كذب في قضية الأسرة شعارات خصوصا في القطاع. رسالة الأسرة إلى قيادة حماس تنفيذ الصفقة، مسبش كل يوم شعارات كذابة للأسرة. نعم، 10 أعوام قضيتها داخل سجون الاحتلال، عشت الحلوة والمرة مع رفاقك. انت خرجت من ريمون، وجه التحية لكامل أسرانا في سجن ريمون وكافة سجون الاحتلال.
تحكي لنا أبرز الذكريات اللي حملتها معك من سجون الاحتلال. ذكريات داخل السجون صعبة، نفس الوقت حلوة. أنا يوم روحت طلعوني من 7 الصبح، أخونا كمال أبو صالح الشنب صار زي الطفل الصغير، مات عياط، ودع أخوي له. نعم. وأنا نفس الشيء، هاي من اللحظات الصعبة داخل السجون. موجه كل المحبة لأخونا كمال أبو شنب ولكامل أسرانا رمزي، لكل الإخوة اللي لهم كل المحبة وكل التقدير. أخي العزيز، احتضنت والدتك بعد 10 سنين، أنت كنت طفل عند اعتقالك، احتضنت والدتك بعد طول هالغياب، شو عنا لك وجودك إلى جانب والدتك بعد 10 سنين من الغياب؟ الحمد لله رب العالمين، بشكر ربنا، عقبال كل الأسرة إن شاء الله، أخونا ناصر أبو سرور، أخونا سمير الأمير، كل الشباب. نعم. لحظة صعبة جدا، نفس الوقت حلوة. صعبة شان في لي أهل داخل السجون، أم ناصر أبو سرور شفناها، صعب جدا. نعم. فرحة فيش إشي زي في العالم كله. والدتك إلى جانبك، بس أنت أصريت قبل التصوير أنه تكون أم ناصر أيضا إلى جانبك، وقلت لي أنه أيضا هي والدتي. شو اليوم رسالتك لناصر وأنت إلى جانب أمه وهو داخل سجون الاحتلال؟ بحكي لأخونا ناصر أبو سرور، لكش أمك زي أمنا، أم الجميع، أم ناصر، كل أم أسير، أم أسير فلسطين، أم مناظر فلسطين، كل احترام. وأنا شايف المشاعر اللي هي بتبادلك إياها كمان، هي معتبرتك ابنها، ومش غريب على الأم الفلسطينية هذا الشعور. إذا حاب توجه رسالة للشعب الفلسطيني ولكل من يشاهدك عبر برنامج عمارة الصبر كأسير محرر، رسالة بتوجهها تفضل. رسالة الشعب الفلسطيني، الوحدة الوطنية للشعب، قضية الأسرة مش لازم نسوها، أهم قضية نعم قضية القدس نفس الوقت، هي العاصمة، لا بديل عن العاصمة القدس. كل احترام لك أخي غسان، بدنا نأخذ والدتك بعد إذنك، الحمد لله على سلامته. الله يسلمك. صبرتي ونلتي بعد 10 سنوات من الغياب ابنك إلى جانبك. الحمد لله رب. رسالتك للأم الفلسطينية اللي تستنى بحكم المؤبد وابنها داخل سجون الاحتلال. بتمنى الفرحة اللي شفتها تلميات الأسرة يفرحن لأولادهن، وأنا يعني بكيت أزور وأحس في المعاناة وأحس في ميات الأسرة، وبحترم كل أم أسير وكل أم جريح وكل أم شهيد، لأني أنا ابن أخويا شهيد، إلنا الشهيد وابني جريح، وعنيت يعني إنه برضه ابني الجريح برضه انسجن سجون الاحتلال، يعني ولا إشي أعز من الابن في الدنيا يوم بتشوفه. صحيح. وأصعب إشي يوم تبقى مرفوضة أمني أخرى ما تزورش، يعني أنا بكيت مرفوض أمني في السنة أزور مرة، يعني أنا الأقصى وهي الأقصى، رحت مع جوزي مشان يندك إبرة في ظهرها رجعوني عن المحسوم. أصعب إشي في الحياة إنك ما تقدرش حتى بلادك يعني تمشي فيها. نعم. وبحس صحيح. الحمد لله، وإن شاء الله يا ربي اللي فرحني في ابني يفرح كل ميات الأسرة يا رب يا آمين. الله بتمنى لجميع ميات الأسرة، والحمد لله رب العالمين، فرحن معايا كلهن. نعم. ام العبيد وام الامير وكل ميات اسرى عايده. صحيح. واللي محافظة بيت لحم باكملها. الحمد لله. نعم. ان شاء الله يا ربي اللي فرحوا معي افرح لهم الجميع يا رب العالمين. شفنا لقطات استقبال غسان، شو عنالك لحظه احتضانك لغسان بعد 10 سنوات؟ يعني شو بدي اقول لك اتصورها، يعني انا فقدت شعوري، ويعني بجوز لحظت اني انا ما استفكت الا انا لولا بنتي جنبي حسيت حالي على الارض، يعني ما تتصورش شيء، وغير شعوريا أعيط وأصرخ، يعني حتى في الدار روحت بجوز ساعة وأنا أعيط. نعم. يعني لأن ابني بكى صغير، وبرضه عندي جريح، والجريح يعني عنده مشاكل دموع الفرح اللي بنتمنى نشوفها في عين كل أم أسير وأبنائها مروحين، ما نشوفش دموع حزن ودموع ألم، نشوف دموع فرح بإذن الله تعالى. نعم. بفرحتنا بحرية كامل أسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات. اسمحي لي أني أحيي أيضا الزميل بكر عبد الحق، الزميل الصحفي مراسل تلفزيون فلسطين في نابلس، اللي تم اختطافه واعتقاله من قبل قوات الاحتلال وأثناء عودته على معبر الكرامة. كل المجد للصحفي الفلسطيني الذي دائما يحاول أن يسلط الضوء على قضايا شعبنا ويرفع
صوت فلسطين عاليا لفضح ممارسات الاحتلال. بكر كل الحرية لك ولكامل أسرانا الصحفيين، حامد النمورة لكل زملائنا الصحفيين، لهم كل المجد ولهم كل الاحترام. أم الكريمة كل احترام إليك، حمد لله على سلامة غسان. بدنا ناخذ أم الجميع، أم ناصر أبو سرور، طول بعمرك يا خالتي، الله يسعدك. اليوم استقبلتي غسان وقلتي لنا أنه أنا شاعري أنه ناصر، وكل أسير بروح بشعر أنه ناصر. اليوم رسالتك عبر برنامج عمالقة الصبر، أنا تشليهم بكلوا لي أنا ناصر، كل احترام وأنا بحسن من كلهم ناصر. أنا هذول أولادي، أنا جربت أنا السجن وجربت حصرته اللي 26 سنة بزور. أول مرة قعد 7 سنين ما أشوف ابني، قعد يعطوني كل زيارة، كل سنتين يعطوني زيارة، كل سنة صار ابني 20 سنة وفي السجن وأنا متحرحر على زيارته. بعد 20 سنة قعدوا يعطوني زيارة أزوره، بعد ما بطلت أشوف بطلت أسمع زي العالم، أنا بشوفه غباش يعني الولد، بس برضاش أحكي قدامه. والحمد لله رب العالمين، أنا بستعملهم كلهم أولادي وكلهم حبايبي، يعني كل الأسرة. أنا بزور ابني دقيقتين بفر عليهم الجميع. في وفاء عند الأسرة المحررين لأم الأسير، تشعري بالوفاء عند الأسرة المحررين؟ نعم نعم بحضر. أنا طلع على الله يرضى علي من مخيم الدهيشة، نعم راح نكون عنده بعد قليل، رحت عليه بكى عن ناصر، رحت عليه يعني بكى يعني راشب عشتاف الشباب، حد ما شافني نط عن تفهم برخ عجرية، أول برخ عجرية أنا ببوس عجرية وببوس فيها، يعني ما ظلش اللي يغمى بين يديه، حرك قلبي. وقلت له هذا تأكيد على أنك أم الكل، آه والله، وأنه كل أسير بيعتبرك والدته، وكل اللي أنا بقول له بدي أبوسك، وين ما وين بسك ناصر يا ماما، خليني أبوسك، كلي تشلني ناصر. أنا شمشمتي ابنك من خلال الأسير المحرر؟ آه والله لأنه رحت أخرى مع عريس صحور قلقيته، يعني ما قدرتش أقعد طول النهار عندهم، وبرضه رحت عريس صحور وظليت عنده للساعة 12 إلا ربع، ودينا يمني عنده، قلت له لا خلص بدره وبتشفيني. إن شاء الله هالفرحة قريبا بتكون، وأنا بتمنى يا باستقبال ناصر أبو سرور بإذن الله وكامل أصلانا، واللي يفرح الناس يفرح كلبي، وأعبط ابني زي النسوان ما بعطني أمي أولاد. ربنا يعطيك الصحة وطولة العمر، وإن شاء الله قبل ما أموت الله يعطيك الصحة وطولة العمر يا ربي، وإن شاء الله الحمد لله على سلامة الجميع، وبتمنى الفرج لجميع الأسرة أنا يمه، وبهني كل أسير بطلع. الله يعطيك الصحة، وأنت نموذج للمرأة الفلسطينية الصابرة الصامدة، وإحنا كلنا أولادك. والله أولادي والله يا بني أنا بعرف. الله يخليك يا ربي، الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله منشوف الفرحة الحمد لله. والله ما حدا بكسر يا أمي، والله جميع الأسرة ما كسروا، كل واحد طلع ما كسر، شايف ولا بكسروا، الحمد لله رب العالمين، يعني حاسبين يعني حاسبهم أنهم أولادي وأنا أمهم، كل احترام لك. والحمد لله رب العالمين، الله يفرج على الجميع يا امي، وما يخلي ولا واحد في سجن يهود بجاهه. بدي بعد اذنك غسان توصل لاحد الاسرى المحررين يتحدث باسم الاسرى المحررين ايضا عمالقة الصبر اليوم، اخونا خالد الازرق ممثل عن الاسرى المحررين اليوم عبر برنامج عمالقة الصبر. امضيت اكثر من 29 عام داخل سجون الاحتلال، اليوم رسالتك للجيل الجديد، رسالتك لأبناء شعبنا اللي أمامهم مهمة كبيرة ومسيرة متواصلة من العطاء. أول شيء تحية للأهالي الأسرى، تحية للأسرى، وإن شاء الله طبعا الحرية بتكون قريبة للجميع. الرسالة اللي ممكن نوجهها للمجتمع الفلسطيني بكل قطاعاته، إنه ضروري إنه قضية الأسرى تكون ضمن منهاج تربوي مدروس وحقيقي، حتى يكون في هناك يتشكل نوع من الوعي لقضية الأسرى، حتى تكون لما بدأ يتم مناقشة أو طرح حلول لقضية الأسرى تكون مبنية على أسس صحيحة. من الضروري أن تكون خاصة عن طلبة الجامعات وطلبة الثانوية، أن يكون في هناك مساق معين يدرس عن الحركة الأسيرة، تاريخ الحركة الأسيرة، أكثر من 800 ألف فلسطيني اعتقلوا من 67 لليوم،
بحاجة إلى توثيق. في هناك آلاف القضايا الإنسانية اللي ممكن تصاغ بشكل أدبي، تصاغ بشكل كثير من قضايا في العالم درسناها أو عبر الروايات، سواء في أمريكا اللاتينية أو في الجزائر أو في غيرها، بتعبر عن أسرى عاشوا في هذه المناطق. عندنا قصص أقوى منها وأعمق منها من ناحية إنسانية، فمن الضروري أنه يتشكل هناك نوع من الوعي لدى الشارع الفلسطيني في قضية الأسرى، حتى يكون التفاعل بكل الاتجاهات مع قضية الأسرة مبني على وعي، مبني على المعرفة، مبني على شعور حقيقي وانتماع حقيقي للأسير. كل التحية للأسرة بصمودهم، من كريم يونس عميد الأسرة إلى أصغر أسير في السجون الصهيونية، وإن شاء الله الفرج قريب للجميع والحرية قادمة. كل احترام لك أخي خالد. أنت بعد 29 عام من الاعتقال أنجبت توأم، كنا معك وعشنا هاي الفرحة، بدي بارقة الأمل ونافذة الأمل لليوم تبركها وبترسلها لوالدتنا جميعا أم ناصرة أبو سرور. طبعا أم العبد، أم ناصرة أبو سرور، أم أخوي وصديقي وهي أمي، يمكن الكلمات تعجز عن الحديث عنها والتعبير عنها، لكن هي إنسانة قوية، إنسانة صابرة، إنسانة محتسبة، إنسانة بتوزع أمل للجميع. وإن شاء الله إن شاء الله بعد فترة بسيطة أو في أي لحظة ممكن إنه يكون هناك حرية لناصر وللجميع، وإن شاء الله وإنه الحياة ما بتوقف عند حد معين، وإن شاء الله بتفرح في ناصر وبتزوج ناصر وبتفرح بأولاد إن شاء الله، زي ما شفنا والدتك حاملة توأمك بنشوفها ويحامل أولاد ناصر يا رب. لا إن شاء الله إن شاء الله عن قريب، إن شاء الله عن قريب، وإنه على هذه الأرض ما يستحق الحياة، وإحنا مصرين وطلاب حياة مش طلاب موت، وإن شاء الله الفرج قريب والحرية قريبة لناصر ولكل الأسرة. تحية إليك، تحية لأخونا عدنان، لأخونا خالد عساكري، لأخونا منقذ أبو عطوان، ولكل الأسرة المحررين عمالقة الصبر دائما. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة،
عيال الصلاة عيال الفلاح الأسير سمير الأمير معنا أيضا عبر برنامج عمارة الصبر. اليوم رسالتك لابنك وأنت في منزل أسير محرر، عاش تجربة ابنك. أنا رسالتي أول إشي إن شاء الله بتمنى الفرج العاجل لجميع الأسرى، وبحكي لهم إن شاء الله إنما النصر صبر ساعة، الله يفرجها عليهم ونشوفهم قريب. ويعني طلعت غسان حسستنا، كد ما فرحنا لغسان قد ما تأثرنا على الأسرة اللي جوا السجن. صحيح. إن شاء الله اللي زي ما ذكنا فرحة الإفراج عن غسان، إن شاء الله نفرح فيهم الجميع. وبوجه سلاماتي لكل الأسرة، لمحمود أبو سرور وناصر أبو سرور وكريم يونس وخليل مسلم وخليل سراحنا ولا عماد أبو عجمية، لكل الأسرة، لكل الأسرة عشان ما ننساش أسمع حدا، ولولادي كمان سمير ومحمد إن شاء الله الله بفرج عليهم الجميع. كل احترام لك خالتي. بدنا نرجع لأسيرنا المحرر غساني عليان. بعد 10 أعوام سمعنا من خاض تجربة الاعتقال ما يقارب 30 عام، سمعنا من أم صابرة على فراق ابنها أكثر من 26 عام. إذا لك رسالة أخيرة عبر البرنامج تفضل. أول إشي شكرا لكم على جيتكم، حياك الله. بشكر كل واحد وقف مع أهلي في الفرج. عقبال كل الأسرة إن شاء الله. شكرا على إخوتنا الأسرة المحررين، شكرا إلى أبو خالد كراكع العلول، شكرا كمان شكرا إلى الإقليم إقليم بيت لحم، للجميع. حياك الله أخي غسان، تحية موصولة لوالدك، لكل أفراد أسرتك، لأسرانا المحررين بشكل عام. إن شاء الله زي ما استقبلناك وفرحنا لفرحك جميعا في كثير من المناسبات، نقتنص هذه الفرحة بمعية أسرانا جميعا المحررين خارج غياهب السجون. لابد من التحية للأسير المحرر أيضا زميلك ورفيق الدرب أخونا عيسى عبد ربه الذي يمر بظروف صحية صعبة. منترحم على والدته ومنأكد له أنه هو في قلبنا وجداننا دائما. أسرانا خلال السجون ملحمة نضالية، وقبل الاعتقال هم رموز للنضال. فاصل ومنتم منواصل عبر برنامج عمالقة الصبر. يلد هاشي طلت الحرار،
يلدها شي طلت الحرار فوق القمم مترفرف علامه يا على غصت طافي يا قلعة الثوار يا على غصت طافي يا قلعة الثوار والله وانتو الغوالي وسيوف الكرامة يا ميمتي كومي زيني هالدار يا ميمتي كومي زيني هالدار والله وقولي يا مرحبا والله وقولي يا مرحبا بالبواسل والنشامة قوموا يا لدهاشية عالعلامة الحرية قوموا يا لدهاشية عالعلامة الحرية يا على غص وطافي لم يابوا الكوفية يا على غص وطافي لم يابوا الكوفية قوموا يا لدهاشية عالعلامة الحرية قوموا يا لدهاشية عالعلامة الحرية يا على غص وطافي لم يابوا الكوفية يا على غص وطافي لم يابوا الكوفية طلوا يا محلى غطلي يا على قص علي طلوا يا محلى غطلي يا على كالصقر علي والكداق بعدت اللي تضرب على الخامس مية تضرب على الخامس مية من جديد مشاهدينا نرحب بكم عبر برنامج عمالقة الصبر. وصلنا الآن إلى منزل الأسير البطل المحرر علاء عبد الكريم والذي يتواجد اليوم في مخيم دهيشة بعد 14 عام من الاعتقال. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. حياك الله. يعني اليوم الجمعة، والدتك، والدك، مجموعة من الأسرى المحررين، والد رفيق الدرب أخونا محمود هماش اللي قريبا راح يكون خارج غياب السجون أيضا. شو بتعني لك هالجمعة بعد 14 سنة من الغياب؟ يعني في البداية أول شيء تحية لشعبنا العظيم، تحية لشهدائنا، تحية الجلال وأكبر لشهدائنا الأقرب منا جميعا، تحية لأسرانا البواسل. يعني بتعني لي شيء كبير، يعني بين يعني الواحد يكون بين أهله مع أمه مع أبوه مع أصحابه، يعني شيء كبير هاي الجمعة، يعني بالأخص يعني تكون بعد غياب طويل، يعني شعور جميل. يعني أكيد اليوم لو بدك تحكي أنت ملخص لهاي 14 سنة، لعذابات أسرانا، للرسالة اللي بتحملها من أسرانا لكل أبناء شعبنا الفلسطيني اليوم، شو بتحكي؟ الأسرة أخرج آلاف الرسائل، يعني أخرجها الأسرة تحديدا بما يتعلق بالوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام والالتفاف حول القضايا الوطنية، ولكن الحالة الفلسطينية لا تخفى على أحد. بديش أحمل حدا المسؤولية يعني، نعم. ولكن وضعنا الفلسطيني يعني لا يخفى على أحد، نعم. عشان هيك بجوز أنا الرسالة اللي أنا بدي أحملها صراحة ومهم إن نوصلها، يعني باختصار الأسرة بحاجة إلى من يطلق صراحهم. يعني الأسرة مش بحاجة لأي إشي ثاني، الأسرة بحاجة إلى من يطلق صراحهم باختصار. يعني إحنا بنحكي قاعد كريم يونس 36 سنة سجن، ماهر يونس 36 سنة سجن، جمعة آدم، وليد دقة، أسماء وهامات عالية أكيد، بالضبط، أحمد أبو جولان، أبو داود، أبو غازي، ناصر أبو سرور، محمود أبو سرور. يعني إحنا نحكي عن آلاف السنين يعني أمضوها داخل سجون الاحتلال. اللي بدي اوصله والمهم ان احنا بنتعامل قاعدين مع ارقام احنا بجزء بنشعرش فيها، بس هي قصص انسانيه مؤلمه يعني بالحقيقه. يعني ما نحكي مثلا كريم يونس الصبحيه قصه انسانيه، ناصر ابو سرور ومزيونه قصه انسانيه. يعني بجوز العالم ما بنتبهش لهاي المعاناه، بنتبهش لهاي القصص اللي يعني انت بتحكي قاعد 36 سنه ام تنتظر ابنها. صحيح. صبحيه يونس، مزيونه ابو سرور 25 سنه بتنتظر ابنها. يعني هي ابو سرور كانت كنا في مقابله قبل قليل معها وتحدثت عن الوفاء منك إلها عند تحررك.
تحكي لنا عن لحظة رؤيتك وأنت على أكتاف الشباب مرفوعاً بأجواء فرح عندما رأيت مزيونة أبو سرور والدة الأسير البطل أخونا ناصر أبو سرور. يعني إذا بدي أحكي عن مزيونة كان أكثر إشي في السجن بكلكني إني كيف طبعاً كثير يعني أنا تألمت يعني تركت أصحابي وبديش أقول يعني كيف المشاعر ولكن أكثر كان في إشي يعني كديش إني كنت باضطراب إني بدي أشوف أمي ويعني مشتاق كمان كان في تفكيري مزيونة أبو سرور كان يعني كثير هامني كيف بدي أشوفها وكنت قلقان وكيف ومحرج الصراحة إذا صح إني أكون نعم. إني محرج إن لازم اللي يكون مروح مش أنا ناصر أبو سرور الصراحة احترام. ويعني وصحيح أمي يعني أمه بحاجة إنها تشوف ابنها ولكن مزيونة أبو سرور برضو أمه بحاجة أكثر من أمي إنها تشوف ابنها وهي أنا مش من باب المجاملة طبعا أنا هاي مقتنع فيها يعني احترام. عشان هيك انا بجوز انا بوست رجلها لمزيونة الصراحة يعني وانا بفتخر يعني انها هي امي وبالنسبة لي اشي كثير مزيونة ابو سرور يعني انا اول ما شفتها بوست رجلها وانا بحبها كثير يعني وبعرف كديش تألمت وبعرف كديش ناصر متعلق في امه وكديش ناصر عنده يعني عنده خوف انه ما يشوفش امه يعني اكثر اشي مقلق ناصر ابو سرور تحديدا داخل السجون انه يعني سؤالك هو قدر يعني وقتش بدي اروح اشوف امي يعني وهي دائما بتساله سؤال وقتش يا امه بدك تروح صح. عشان هيك هو دائما يعني كيف ناصر دائما سؤال الترويح عنده مقلق بس لانه بده يشوف امه طبعا معنوياته عاليه وما شاء الله عنه يعني الحمد لله رب العالمين دائما أسرانا مدرسة في الصمود والتحدي يعني وأمهاتهم كذلك تحكي لنا أخي العزيز لما احتضنت والدتك بعد كل هالعمر شو استذكرت أيام الطفولة قبل الاعتقال عيشنا هاي الأجواء وعيش السادة المشاهدين هاي الأجواء بتوقع في بعض الكلمات إذا بتنحكى بتفقد من قيمتها تحديدا بما يتعلق بالمشاعر يعني أنا مش عارف كيف بدي أعبر عن مشاعر يعني مش عارف كيف بدي اوصفها يعني بس لحظة يعني جميلة جدا يعني بجوز تتمناها لكل اسير طبعا بتمناها لكل اسير ان شاء الله ربنا يجمعهم كلياتهم بين اهليهم والله ان هذا يعني صدق يعني ان انا بجوز ان بديش اقول ان يعني بديش اقول ان الفرحة ما اكتملت ايش بس ولكن والله في الم يعني الصراحة رغم في الم كبير يعني مش شوي ان الواحد ترك اعز اصحابي يعني انا مثلا بدي احكي عن حالي انا عشت مع ناس اكثر ما عشت مع اخوي يعني انا اخوي بعرفش بس ناصر ومحمود والشباب وعمار ووسيم وباهر وراتب كلهم يعني شباب انا عشت معهم اكثر ما عشت مع على الحلوة والمرة بالضبط فيش الا انتو بتكون تتعاملوا مع بعض بكل تفاصيل حياتكم كل احترام لهم وإلك دائما احنا بنوجه التحية لأسرانا المحررين اللي بواصلوا مسيرتهم النضالية حتى بعد تحررهم حملت رسالة من الأسير البطل مروان البرغوثي لأبناء شعبنا الفلسطيني ياريت لو تحكي لنا تفاصيل هذه الرسالة هي بالأساس يعني طبعا هو برسل تحيات للشعب لأبناء الشعب الفلسطيني جميعا وبدعو للوحدة الوطنية والعمل على إنهاء الانقسام تحديدا هو حملني رسالة لسيادة الرئيس الأخ أبو مازن اللي هو طبعا بدعم فيها مواقفه وبأيد فيها مواقفه وبثمن على الدور اللي بيقوم فيه وتحديدا بما يتعلق بالمواقف اللي اتخذها سياده الرئيس بخصوص صفقه القرن وقطع العلاقات مع امريكا وقطع العلاقات مع اسرائيل وطبعا بما يتعلق كمان بمواقف سياده الرئيس بخصوص قرار ترامب المشؤوم وكل هاي الامور يعني هو بثمنها وبايد سياده الرئيس وبايع سياده الرئيس على يعني في كل احترام لكم وجه التحيه لابي القسام ربنا يفك اسره ويفك اسر جميع اسرانا البواسل واسيراتنا الماجدات اخي الكريم السنوات الطويله سنوات العذاب والحرمان الاسير بصر على اقتناص لحظات من الفرح والتحدي والاصرار والعطاء تحكي لنا عن اصرارك على نيل شهاده الماجستير داخل سجون الاحتلال بالرغم من كل ظلام الاحتلال الدامس بتوقع هذا عامل ذاتي يعني بجوز في الفتره الاخيره موضوع التعليم في السجون يعني كيف في ثوره اذا صح فينا نقول ان في ثوره علميه نعم. بالحقيقه داخل السجون تحديدا يعني مش يعني هو على مر السنوات الاسر يعني الاسرى بتثقفوا وبتعلموا ولكن اليوم صار التعليم يعني بشيء اكاديمي يعني الاسير بتلقى شهاده من خلال نعم. موضوع التعليم
هسا يعني الحمد لله رب العالمين، يعني انا بجوز اتاحت لي الفرصه اني انا اكون في سجن هدريم واني اتمكن من اكمال طبعا اكمال البكالوريوس والماجستير. نعم. طبعا في هذا الموضوع الشكر يعني من لا يشكر الله لا يشكر، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. الشكر للاخ ابو القسام يعني ودوره في موضوع التعليم، طبعا اضافه كمان الاخ مسلم ثابت برضو بشكر، الاخ عاهد ابو غلمه، الاخ ابو حمدي، الاخ هيثم حمدان، لهم جميعا المحبه، الاخ كريم يونس مساهمتهم طبعا في موضوع التعليم. نعم. هذول المجموعه يعني الاخ وليد دكه طبعا الحمد لله رب العالمين، يعني بجوز الانسان يعني كيف ترجم يعني هاي سنوات الاعتقال انه يكون معاه شهاده مفخرة وتحدي لهذا الاحتلال. إذن مشاهدينا، هو الأسير الذي برغم من سنوات اعتقاله، برغم من ظلام المحتل، يصر أن ينير هذه الشمعة ليلعن هذا الظلام وليلعن هذا الاحتلال، وليؤكد بأن نور أسرانا دائما يضيء عتمة السجون. كل احترام لك عزيزي، وإن شاء الله زي ما استقبلناك نستقبل كامل أسرانا خارج غياب السجون. بدنا نأخذ والدتك يعطيك العافية خالتي، وسهلا فيك. وهو يحكي عن معزوز والدة الأسير البطل ناصر أبو سرور، كنت أنت تأيدي، يعني هو بيحكي عنها يعني وكأنها والدته، وأنت إلى يعني أنا شايف ردة فعلك بتحكي له هذه مقام والدتك كوالدة. شو رأيك في اللي قاله ابنك بهذا الخصوص؟ كل الاحترام، يعني على ترجم اللي جواي، مزيونة بتستحق كل الاحترام، مزيونة يعني أكثر أم فلسطينية يمكن، وفي زيها أمهات ضحن، بس أنا لأني يعني بشوفها كل شهر تقريبا وبشوف معاناتها، لأنها ست ضريرة يعني تقريبا بتشوفش. صحيح. وكمان يعني محرومة من ابنها، وتمني أكيد يعني تجتمع في يوم من الأيام مع ابنها. لحظة الفرح لا تقدر بثمن. احنا شفنا الناس في بيتكم يعني دائما حاضرة لاستقبال ابنك، حتى انه لحظة خلوة بينك وبين ابنك تسمع منه ويسمع منك تحكي لي انها مفقودة تقريبا، هذا دليل محبة من الناس جميعا الحمد لله. بعد كل هالسنين شو اليوم تحكي لأسرانا اللي بتابعونا عبر السجون كأم انتظرت ابنها 14 سنة والحمد لله احتضنته؟ الحمد لله، بتمنى لهم الفرج العاجل والقريب، وإن شاء الله ربنا ببيض السجون يا رب، وإن شاء الله كل الإميات بذوق الفرحة اللي أنا شفتها، إن شاء الله ربنا بفرج همهم زي ما فرج همي يا رب العالمين. وشو بدنا نحكي، يعني أنا أكثر إشي بتمنى إن ربنا يبيض السجون ويجمع الأمهات كلهن مع أولادهن، ويعني أنا عاجزة إني أعبر عن اللي جواي، بس أنا يعني متمنية إن فلسطين يبطل فيها أسر أصلاً يعني، وإن شاء الله ربنا يحرر أسرانا يا رب العالمين وبلادنا كمان. آمين يا رب العالمين. كل احترام إليك. مشاهدينا، الأسير محمد بني عودة من طمون أيضاً نال الحرية بعد 16 عاماً قضاها داخل غياهب السجون. دعونا نتابع فرحة استقبال أسيرنا البطل ومن ثم نعود. والله يا محمد بني عودة يا رجعة الشجعان، حيهم يا ابو الماجد يا رجعة الشجعان، يا رصاصنا فوق الجبل لالي. هزينا زناد البارود، طمون تنادي على الغالي، يا محمد يا بني عودي يا ابو الماجد راسك عالي. هزينا زناد البارود، طمون تنادي على الغالي، يا محمد يا بني عودي يا ابو الماجد راسك عالي. طموني طموني ودقينا ابواب الحرية، طموني طموني ودقينا ابواب الحرية، قرايتنا الفتحاوية يا رصاص الكرامة الغالي. ردتها وقال ردت طمون وقالت بالسجن رجال، يا محمد يا ابو الماجد ردتها وقال ردت طمون وقالت بالسجن رجال،
ابواب الحرية طمني طمني ودقينا ابواب الحرية يا رايتنا الفتحاوية يا رصاص الكرامة يا غالي هاي رجالك يا بلدنا وتعلى عالخال يا محمد باني عادي يا سبع الليل هاي رجالك يا بلدنا وتعلى عالخال قدم يا ابو الماجد يا فارس الفرسان طموني يا قاقد ما يرهبك سجان خلي كل الدنيا تسمع خلي كل الدنيا تسمع إذن مشاهدينا أجواء الفرحة متواصلة في مخيم الدهيشة. معنا الآن والد الأسير محمود هماش وهو رفيق درب المحرر علاء عبد الكريم. يعطيك العافية عمي. يعني إن شاء الله قريبا برضو رح تعيش هاي الفرحة فرحة التحرر إن شاء الله. شو عنا لك استقبال علاء؟ والله علاء رفيق درب علاء يعني هو بمثابة ابن إلي. نعم. يعني لأنه ابن محمود في نفس الجيل يعني ونفس القضية. نعم. فأنا لما يعني علاء كأنه محمود شايف ويمكن بدي أقول لك زيادة شوية لا بس زي الاثنين زي بعض شايف ففرحتنا الحين يعني بعلاء ما شاء الله وإن شاء الله محمود بس ناقصة حرية الأسر الباكين أكيد. يعني أنا مثلا نسيبي أحمد المغربي نعم يعني هذا مؤبدات ويعني إن شاء الله الفرج لجميع الأسرة يا رب شيء ويعني الفرح لما بيكون الحرية تذكر علاء قبل الاعتقال طبعا أنا ما كنت لو تحكي لنا للسادة المشاهدين عن أبرز المواقف اللي بتستذكرها بعلاء وبابنك قبل الاعتقال كان عندنا يعني قبل ما يهدوا البيت نعم. كان في قبل ما ينسف الاحتلال بيت نعم نعم كان في زي العلية هيك فدائما هناك يلعبوا شيء يا اولاد يا شباب الساعه 18 سنه و17 نعم شيء يا عمي احنا هيون قاعدين ولا حاجه يعني شايف يعني بس كانوا ما شاء الله يعني زي كتله واحده وظلوا داخل السجون وحده واحده وان شاء الله قريبا ان شاء الله منهم خارج غياب السجون هم وكامل اصلا اذا حاب تحكي لابنك رسالتك اليوم حاب تطمنه عن العائله تحكي له عن الاستعدادات للاستقبال والله ده فرحك كثير يا محمود ويعني ما شاء الله يعني كان يعني قبل ما يتحرر على ان حوالي شهر واحنا ننتظر في هذا اليوم شايف وإن شاء الله الحرية الكاملة لجميع الأسرى يا رب كل احترام إليك بدنا نأخذ أخونا عدنان الأفندي أسير محرر أنا بنتهز هذه الفرصة طبعا أوجه تحية لأسرانا الأبطال في البداية وبقولهم إن شاء الله يكون الفرج قريب وإن شاء الله زي ما استقبلنا أخونا علاء وسنستقبل أيضا أخونا محمود إن شاء الله بنستقبلكم قريبا وبتكونوا بيننا وإن شاء الله بكون يعني الفرج قريب لكل الأسرى إن شاء الله آمين يا رب العالمين كل احترام إليك أخونا منقذ أبو أطوان مدير هيئة الأسرى في محافظة بيت لحم دائما نكون في زيارة بيوت الأسرى اليوم حلقة حرية من بيت لحم ومن طول كرم ومن طمون طوباس مزيج من الفرح لعائلات الأسرة رسالتك اليوم وأنت تستقبل مجموعة من الأسرة المحررين يعني أولا أنا بهنئ الأسرة المحررين بنيلهم الحرية وأقول أنه السجن عمره ما سكر بابه على أحد وهذا يشكل أمل لكل أسرانا داخل سجون الاحتلال والدليل على ذلك أنه يوجد بجانب الآن أسرة أمضوا ما مجموعه 150 عاما داخل أيه. سجون الاحتلال خالد الأزرق علاء عبد الكريم كريم الحسنات خالد عساكري عدنان الأفندي محمد زغلول وآخرين بيننا نعم. وهذا إن دل على شيء يدل على العطاء الذي يقدمه شعبنا ولا يتأخر به من أجل التضحية لنيل الحرية والاستقلال وبالتالي كل محاولات الاحتلال للنيل من عزيمة شعبنا باءت بالفشل والدليل على ذلك أننا ما زلنا موجودين ونستقبل ونعيش يعني من الفرح ما استطعنا به ما استطعنا إليه سبيلا الفرح نعم يعم كافة بيوت أهالي
أهالي الأسر المحررين، وأتمنى أن يعم الفرح بيوت باقي الأسر ومنهم بيت أهلي أيضا. صحيح، كل احترام لك، موجه التحية لشقيقك أيضا. دعونا نتابع استقبال الأسير محمد حمد من صيدا في محافظة طول كرم، والذي أمضى 17 عاما داخل غياب السجون، ومن ثم نعود. جينا يا سادة وبعزم البواس، ربعك نشامة والماجد طلاب، حمد واحد في يوم المراجد، هاي السادة ومدق الماجد طلاب. جينا يا سادة وبعزم البواس، ربعك نشامة والماجد طلاب، حمد واحد في يوم المراجد، هاي السادة ومدق الماجد طلاب. حلوها رايتنا يا رايد الأحرار، سادة يا ديرتنا يا معقل الثوار، يا أبو وحيد العز ورجال غلابة. إذن أيضا فرحة من طول كرم ومن صيدا، من هني أخونا الأسير المحرر بعد هذا التحرر، وإن شاء الله هذه الفرحة سنلامسها في كل بيت فلسطيني برغم الاحتلال وبطش الاحتلال. أخونا علاء، بعد هذه الحلقة المتميزة اللي متبنى شخصيا أن تكون كل حلقاتنا هي حلقات تحرر مع أسرى محررين حيث لا يبقى هناك أي أسير داخل سجون الاحتلال، بدنا رسالتك الاختتامية للرفاق الدرب، للناس اللي أنت أبعدت عنهم جسديا ولكن بقيوا في نفسك وفي وجدانك وسيبقون كذلك إلى أن تلتقوا بإذن الله خارج غياب السجون. يعني كيف وما نيل المطالب بالتمني، ولكن يعني أتمنى لهم الحرية أولا والحرية ثانيا والحرية ثالثا، أتمنى لهم العمر المديد، أتمنى لهم السعادة، أتمنى لهم الفرج القريب إن شاء الله، أتمنى لهم فلسطين كما أرادوها، أتمنى لهم فلسطين كما أحبوها، لأني من خلال يعني خلينا نقول كم يوم فلسطين اللي هم شايفينها، يعني أنا شايف إنها بتختلف عن فلسطين اللي أنا شايفها اليوم، عشان هيك أنا بتمنى لهم فلسطين كما أحبوها وما كما أرادوها. نعم، شو اللي اختلف عن مخيم دهيشة قبل الاعتقال وبعد الاعتقال؟ يعني صحيح في مثلا اختلاف في الثورة العلمية إذا فينا نقول في البنى، ولكن أنا الصراحة وأنا كان لفت انتباهي شغلة، كان في باب المخيم صورتين، صورة لغسان كنفاني وصورة لأبو جهاد، كان تحت صورة غسان كنفاني مكتوب لا تبد قبل أن تكون ندا، وتحت صورة أبو جهاد لا صوت يعلو فوق صوت الانتفاضة، ما لقيتش الشعرين الصراحة. يعني كل احترام لك، معنا مداخلة تعليقا على ما تفضلت فيه من تنظيم مخيم دهيشة، تفضل أخي العزيز محمد اللحام. احنا بنهني أنفسنا في وجودك بيننا علاء، أنت الوجه المشرق للمخيم. فيما يخص الصورتين والشعارات، كلامك كثير أثر جوانا كثير كثير، وأنا بوعدك من حركة فتح مخيم الدهيشة إن اللي ترجع هاي الصور وإنت اللي تعلقها. كل احترام، بدنا تحية لهذا التكامل وهذا التأكيد على أنه نفسنا باق كما هو، عهدنا عهد الشهداء، عهدنا عهد الأسرى، عهدنا عهد أسر عائلات أسرانا وعائلات شهدائنا. مشاهدينا، في ذكرى يوم الأرض نستحضر آلام وآمال أسرانا، نستحضر
عذابات عائلات شهدائنا، ولكن بإذن الله هذه الأرض فلسطينية، قدسها العاصمة وفلسطينها الدولة. كل التحية لجميع الحاضرين معنا اليوم، كل التحية لجميع أسرانا المحررين، وبإذن الله سنلتقي على أرض القدس محررة من دنس الاحتلال. إلى هنا تنتهي هذه التغطية من برنامج عمالقة الصبر. هذه تحياتي أنا سامر تيم، أودعكم على أمل أن نلتقي في حلقة قادمة وقد بيضت كامل السجون. إلى اللقاء.